بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد طرطور في كورس أوراكل ديفلوبر 11G تحت رعاية أكاديمية موقع وقف أونلاين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في الريبورت، تبقى محاضرة طويلة شوية لأن احنا هنحاول نلم الريبورت في المحاضرة دي. تعالوا بينا نفتح الريبورت ونشوف الدنيا ماشية ازاي في الريبورت. هنا بيبدأ يفتح معاك بيقول لك انت عايز تعمل ريبورت جديد ولا ويزرد ولا مانيوال ولا تفتح اوبن ريبورت موجود. ده انا هعمل كنسل علشان نبدأ نتعرف على الريبورت بيلدر. ده برضو اسمه نافيجيتور، تمام. الريبورت بيقدر يمكنك من انت تقدر تعمل 3 حاجات بس مش 4. تقدر تعمل ريبورت اللي هو المديول بتاعتك لحد الاتاتش لايبرري، ده المديولة بتاعتك. تقدر تعمل تيمبلت، تقدر تعمل بي ال اس كيو ال لايبرري، بي ال اس كيو ال ايه لايبرري. ان شاء الله باذن الله النهارده هنحاول نلم الموضوع سريعا. نفس التولز، نفس المنيو اللي فوق، مفيش فيه اي مشكله. هنا عندي ران ويب وعندي ران بيبر وعندي هنا الكونكت، عشان انت لو عندك عايز تعمل تقرير يرن على الويب وعايز تعمل تقرير يرن ورقة بيبر عادي مفيش فيها اي مشكلة. طيب تعالوا نبدأ نعمل كونكت ونشوف ايه هي الحاجة اللي عندنا. هنعمل HR على HR على ORCL. انا عندي حاجة اسمها داتا موديل. داتا موديل ديت اللي هي فيها شوية الحاجات ديت اللي انا اقدر من خلالها ابدا اكتب الاس كيو ال بتاعتي. عندي حاجه اسمها سيستم بارامتر، ودي حاجات سيستمز خاصه بالبارامتر، ان انا ازاي ابدا اتحكم في عرض التقرير واللي هو لاندسكيب ولا بيبرز ولا الكلام ده. هنا اليوزر بارامتر، لو انت عايز تعمل هوير وان اليوزر هو اللي يقدر يستعلم على حاجه معينه بايده. هنا الكويري اللي هي جمله سيلكت، هنا الاعمده اللي هي الفورمولا كولومز والسامري كولومز، وعندي حاجه اسمها بليس هولدر وداتا لينك، تمام. عندي الويب سورس، ده السورس بتاع ال HTML اللي هو عشان لو انت عايز ترن على الويب. وعندي هنا البيبر لي اوت، ده الديزاين. وعندي البارامتر فور، وعندي الريبورت تريجر اللي فيها 5 تريجرز، بيفور افتر بارامتر، قبل ما تدي البارامتر وافتر بعد ما تدي البارامتر وقبل ما يرن الريبورت وبتوين الريبورت وبعد ما يرن الريبورت. وادي البروجرام يونت بتاعت الاكواد بتاعتك، ولو انت عندك اتاتش لايبرري بتحطها هنا مفيش فيها اي مشاكل. تعالى نعمل دبل كليك على داتا موديل. ده منظر الداتا موديل. عندي تولز بار، يهمنا السيكوال والفورمولا والسامري والداتا لينك. لو جيت عملت اس كيو ال كده جاي لك انت عايز تعمل امبورت ولا كويري بيلدر، ولا انا عايز اعمل كويري بيلدر. تعالى لو جينا عملنا تقرير بسيط كده على ارقام على الادارات، تمام. اقول له هات لي كل الادارات واجي هنا اقول له اعمل لي اوردر باي سورت ترتيب برقم الاداره، كتب لي كل السيلكت. دي الكويري، دي ايه الكويري بتاعتك، ودي الجروب اللي فيها الداتا بتاعتك، ادي الاعمده بتاعتي. طيب انا استفدت ايه؟ تعمل كليك يمين تقول له ريبورت ويزرد، يقول لك ويلكم. انت عايز تعمله ويب وبيبر ولا ويب بس ولا بيبر بس؟ خليها ويب وبيبر. نيكست. النوع، شكل التقرير بتاعك، عايزه تابلر يعني اعمده زي ده، ولا جروب ليفت، ولا جروب اباف، ولا ماتريكس، ولا ماتريكس ويز جروب، ولا فورم، ولا ليتر، ولا ليبل زي ما انت شايف كده. خلينا نعمله تابلر بسيط كده.
تمام، بيراجع معاك جملة الاس كيو ال اللي انت عايزها، عايز تعرض ايه، عايز اعرض الادارات، عايز بقى تعمل تقول له مثلا ايه، قول له كاونت اعد لي كام ادارة عندي، عايز نعمل كاونت كل ادارة كام ادارة عندي، تمام. لو انت عايز تغير الفلدات، وادي اشكال اللي انت عايز تعمل بيها التقرير، انا بحب الشكل ده مثلا، فينيش، هتلاقي التقرير رن معاك بالمنظر ده. لو جينا عملنا فيو زوم زوم ان، تمام كده، ادي منظر التقرير اهوت. طبعا بتغير الديزاين زي ما انت عايز، ونشوف الكلام ده بالتفصيل يعني ان شاء الله. وقال لك انت عندك 12 اداره في الاخر اهوت. طيب ده كده تقرير من غير بارامتر. لو جينا رجعنا تاني على جملة اس كيو ال كده، وجيت بعد قلتله وير ان الاي دي بيساوي نقطتين فوق بعض بي اندرسكور ديبت، يعني ايه الكلام ده؟ بقول هتشوف دلوقتي، يقول لك انا ما عندكش بارامتر، اكريت لك بارامتر؟ اقول له اكريته. تعالى رن تاني، دخل لك رقم الاداره بقى، دخل رقم اداره 32، جاب لك اداره 32 بس، تمام. يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل تقرير تابلر عادي بسيط جدا ما فيش فيه اي حاجه، وقدرت ان انا اقول له اعمل لي بارامتر عليه. تعالى كده لو طلعنا بره في النافيجيتورز، ادي البارامتر بتاعي، وادي الكويري اللي فيها جمله الاس كيو ال، وادي الجروب اللي فيها الاعمده بتاعتي، تمام كده. طيب لو انا جيت قلت لك نعمل تقرير تاني مثلا ويزرد، عايز اعمله جروب اباف، تمام. تعال نشوف بقى ايه الجروب اباف ده. جروب اباف حضرتك هتجيب تو تيبلز مش تيبلز واحد. لو انا جيت قلت لك انا عايز اقول له هات لي الاس ديبت والاس امب، تعال نكبر كده، هو عامل لك في ريليشنز اصلا، اهي قال لك في ريليشنز، انا عايز الاي دي والنيم، وعايز اي دي الموظف. بص اول ما اخترت حاجه من تيبل تاني راح ما اكتب لك اللون الاسود ده، تمام. الفيرست نيم واللاست نيم دول انا عايز ادمجهم في عمود واحد، قال لك بسيطه، هنقف على التيبل بتاعي، وعندي هنا حاجه اسمها ايه، ديفاين كولوم، هاجي هنا مثلا واسميه اسمه ايه، فول اندرسكور نيم مثلا اي حاجه، وهاجي هنا اقول له بيست كولوم هات لي الاس ام فيرست نيم، وبعد كده تعمل الكونكات سنجل كوتيشن مسافة سنجل كوتيشن كونكات بوست كولوم هات لي اللاست نيم، اوكي. قال لك في سينتكس ايرور، طيب خلينا نجيبهم تاني. ادي الفيرست نيم كونكات سنجل مسافة سنجل كونكات بست كولوم لاست، اوكي تمام كده. ادي الفول نيم اللي انا عملته تحت كده، لو انت اتكيت عليه راح معلم لك ايه هيدن كده على الفيرست واللاست اللي انت اخترتهم معاك، وهات لي ال مثلا الكوميشنز والمانجر والتايتل والسالري، كوميشن مش الكومنت، بلاش الكوميشن مش مشكلة، بس كفاية كده دول. وجي راح اعمل لك جملة الجوين اللي احنا خدناها في الاس كيو ال، الجملة انا مكتبتش حاجة، نيكست. طيب مين الجروب بتاعك، مين الجروب بتاعك، يعني مين الاب، الاي دي والنيم، الادارة واسمها، تمام. طيب مين الفيلد اللي تحتيها اللي هي البيانات التانية كلها، واجمع لي كل المرتبات وكاونت الموظفين، يعني انا عايز الادارة تظهر تحتها موظفينها مجموع مرتباتها وعدد الموظفين اللي فيها. تعال نشوف الكلام ده، خلينا مثلا في ده حلو ده، نيكست فينش. بص كده حضرتك معايا،
تعالى نعمل فيو. تعالى نعمل فيو زوم زوم ان. بص يا سيادتك، ادي رقم الاداره 10، النيم بتاعها فاينانس، تمام. الاي دي 4، اسم الموظف اهوت، المانجر بتاعه 1، التايتل اهوت، المرتب اهو، المجموع المرتبات اهو، وعدد الموظفين 1. تعالى هنا الاداره 31 اسمها سيلز، فيها 2 موظفين، ادي عددهم اهو، وادي مجموع مرتباتهم اهو، تمام. انا ما عملتش اي حاجه، ادي مثلا الاوبريشنز، تمام، فيها 4 موظفين، وادي مجموع مرتباتهم اهو. لو جينا رجعنا على الكويري تاني هنلاقي، بص اتقسمت ازاي. ادي الماستر بتاعي اهو، ادي الماستر، ادي الاب، وادي الابن. لو انا جيت هنا وجيت قلت له ايه، انت ان الاس اندرسكور الاس اندرسكور دبت دوت الاي دي بيساوي نقطتين بي اندرسكور دبت. تعالى كده بص، انا ما عنديش بارامتر، كريت لك بارامتر، اقول له اه كريت لي بارامتر. تعالى رن تاني كده، اقول له اداره 30 حضرتك انا عايزها، مفيش اداره 30، اداره 32 جاب لك فيها موظف 1، إدارة 34 جاب لك فيها موظفين، يبقى انت كده عملت تقرير بالتجميعة بتاعته، تمام. طيب لو انا مش عايز، لو انا عايز اعمل برامتر بس ممكن اجيب، ممكن يعني انا لو مرنتش، يعني بص حضرتك معايا، خلينا بس نتكلم بالراحة. لو انا كده قلت له رن من غير ما ادي قيمة هديني ايه؟ هديك فاضي صح؟ لا انا عايز لو انا ما ادتلوش قيمة يجيب لي كل الناس، بسيطة. تعالى على جملة الاس كيو ال، ده البارامتر صح؟ هاجي هنا هقول له ايه، ان في ال البارامتر، لو انا ما دخلتش قيمة، لو انا ما دخلتش قيمة نزل لي رقم الادارة عادي اهو. اوكي تعالى بقى رن، ما تدخلش قيمة، جاب لك كل الموظفين. تعالى قلب في الصفحات وانزل في اخر صفحة، جاب لك مجموع الموظفين 25 ومرتباتهم، مجموع مرتباتهم. يبقى انا عندي تجميع على مستوى الادارة، وعندي تجميع على مستوى كل الادارات. ده كده بالنسبة لي. تعالى بقى نعمل حاجة جديدة اوي. لو انا عايز احسب المرتب السنوي، تعال نقفل ده كده. يعني انا هعمل عملية حسابية، تمام، يبقى انا هجيب ايه، سمري ولا فورمولا؟ سمري. لو انت جيت عملت سمري كده، بص حضرتك في مجموع وكاونت وافريج وصم ويعني الحاجات اللي هي بتاعت الجروب فانكشن، يبقى انت كده مش هينفع سمري، يبقى انت لازم تعمل ايه، فورمولا كولمز. هنحطه فين؟ هنحطه هنا مع الموظفين، ادي فورمولا كولمز اهو، نحطه هنا. انت عايز تعمل ايه، تضرب السالري ده في 12، بسيطه. افتحه كده، نوعها فورمولا هيترترن ايه، نمبر. عندي حاجه اسمها بي ال اس كيو ال بي اف فورمولا. هتعمل ايه، هتقول له ايه، انت عايز تقول له ايه، ريتيرن، تمام، افتح قوسين كده نقطتين عشان انا جايبه من على التقرير من بره، السالري في 12 بس كده، كومبايل خلاص. طيب تعالى بقى بعد ما خلصنا القصة دي، تعالى ايه
نحطه على الديزاين. بص الديزاين تكير بقى من الديزاين ده. بص بس خلينا متفقين على حاجة، خلينا نتفق على شوية مسميات وعلى شوية مصطلحات نتكلم بيها. انا عندي الفيلد بيبقى فيه علامة شريطين من الجنب هنا وشريطين من الجنب هنا، تمام. عندي حاجة اسمها فريم عادي، وعندي حاجة اسمها ريبيتنج فريم. يعني ايه ريبيتنج فريم؟ خلي بالك انت لما بتيجي ترن التقرير دوت بيفرد معاك، فارد معاك يعني الداتا بتاعتك بتتكرر، يعني انت عندك داتا كتير فانت بتفردها على حاجة عشان تكبر معاك. الريبيتنج فريم دوت هتلاقي كده في علامة سهم في الجنب. لو جينا بس ايه شلنا البولد عملنا كده فيو اديت سيلكت اول شيل البولد. بص سيادتك معايا ادي السهم اللي تحت اهو، تمام، ادي سهم وادي سهم. يبقى انا كده معناه ان انا عندي اتنين ريبيتنج فريم. ليه بقى عندي اتنين ريبيتنج فريم؟ تعال نمسح نفتح الرسام. لو جينا قلنا ايه، ادي الديزاين بتاع التقرير اهو، ده الريبيتنج فريم الاب بتاع الادارات. انت مش عندك الاداره فيها موظفينها، يبقى عندك ريبيتنج فريم كبير جواه ريبيتنج فريم صغير، تمام. ده مثلث، يعني ان هو بيفرد لتحت. اللي هنا هتبين هتعمل اسماء الادارات، وهنا ايه اسماء ايه الموظفين بتوعك. خلي بالك من حاجة مهمة، اي كويري او اي ريكورد او اي جروب لازم تبقى مربوطة على ريبيتنج فريم. نرجع تاني للديزاين. طيب تعالى مثلا على السالري ده، لو انا جيت نزلته تحت كده، بص الريبيتنج فريم بيكبر معايا، الريبيتنج فريم بيكبر معايا، عملت كده الريبيتنج فريم بيصغر معايا. الحته دي خطيره جدا، ممكن تضرب لك الديزاين بتاع التقرير. بص كده الريبيتنج فريم بيكبر كده كده بيوس. طب اتغلب عليها ازاي؟ قال لك عندك حاجه اسمها هنا فليكس اون وفليكس اوف، فليكس اون وفليكس ايه اوف. فليكس اون ان انت لو عملت كده هيكبر معاك، فليكس اوف بص كده ما اتحركش معايا، انا بعمل يمين وشمال ما اتحركش معايا. ليه ما اتحركش معايا؟ علشان عندي هنا ايه الكونفنت اون. تعالى نعملها اوف، بص الفيلد بقى ماشي منطلق لوحده. يبقى انا وانا شغال لازم تخليها فليكسبل اوف. ليه؟ لان انت ممكن تيجي كده تتحرك هتلاقي ضرب منك الديزاين من غير ما تاخد بالك. ولو عملتها فليكس اون اوف يبقى انت هتعمل ايه الكونفينت اوف، ان انت تقدر تتحرك الفيلد زي ما انت عايز زي ما انت شايف كده. طيب تعالى كده ايه نروح مصغرين الفيلد ده كده شويه، ومصغرين الليبل بتاعه كده شويه، تمام. وتعالى نجيب ليبل من هنا اهو نرسمه، هنقول ايه المرتب السنة.
تمام كده، انت عملت كده ليبل. تعال عندي هنا ايه فيلد اهو، اف 4 ليه السورس بتاعه مين بقى اللي هو السي اف 1. تعالى بقى نرن كده ومش هديله اي اداره. بص بقى يا سيدي، الراجل ده بياخد 800 فمرتبه كذا، ده الراجل ده بياخد 1300 فمرتبه كذا في السنة، مرتبه ايه كذا في السنة. انت ممكن تيجي تعمل بقى ايه حاجة ظريفة اوي، تيجي تجمع المرتب السنوي ده كمان، تيجي تجمع ايه المرتب السنوي. طيب تعالى نعمل صم بقى كده، اف 4 عليه هيصم مين؟ هيصم السي اف على مستوى ايه؟ على مستوى الريبورت، على مستوى ايه الريبورت. وهتيجي هنا هتعمل سي اف سيس سيمي كولوم اللي هو سامري كولوم، هيجمع السي اف تمام على مستوى ايه الجروب دي. يبقى كل واحدة هنا على مستوى الإدارة وهنا على مستوى ايه. تعالى بقى على الديزاين تاني، لو جينا هنا نكبر كده شوية ده ونروح عاملينه كده، تعالى هنا ده اللي على مستوى ايه المستوى الإدارة اللي هو اسمه ايه CF2 CS2 كمان صح. نراجع CS2 تمام كده، هيجمع على مستوى كل إدارة لوحدها مرتبها السنوي. تعال بقى هنا هات لك فيلد وحطه هنا مثلا، وانا كليك يمين هات سي اس 1 على رن بص بقى يا سيدي، ده جمع لي المرتب السنوي على مستوى الإدارة، على مستوى ايه الإدارة. تعالى هات لي آخر صفحة تحت خالص، ده المرتب السنوي على مستوى السنة كلها على مستوى الإدارات كلها. تمام كده، طيب يبقى انا كده فهمتك ببساطة ازاي تبدأ تعمل تقرير والفكرة بتاعت التقرير عاملة ازاي، واديتك مقدمة بسيطة واديتك ازاي تبدأ تعمل تقرير ببرامتر ونوعين من انواع التقرير المهمة جدا اللي هي الجروب تعالى بس نشوف الديزاين بتاع التابلر العادي، هنلاقي فيه ريبيتنج فريم واحد، هنلاقي فيه ايه ريبيتنج فريم ايه واحد. تعالى نشوفه سيفتح معانا ان شاء الله باذن الله لما هنعلن قريبا على كورس البروجكت هناخد التقرير بقى بالتفصيل اكتر، وازاي نربط التقرير بالفورمز ان شاء الله ده في كورس البروجكت قريبا. فما تستعجلوش، انا كده علمتك الاساسيات بتاعت الريبورت، وان شاء الله باذن الله هيبقى في كورس لامم يعني هنعمل بروجكت بقى بالتقارير بتاعته كلها ان شاء الله باذن الله. حضرتك بص كده، لو جينا صغرنا الفيلد ده كده شويه تمام، ادي الريبيتنج فريم اهو، اف 4 عليه
هنلاقي يبدأ بحرف الار، بيبدأ بحرف ايه؟ الار، ومربوط على الجروب اللي اسمها اي دي، تمام. فانت خلي بالك ان انت لازم يبقى عندك اقل حاجة ريبيتنج فريم واحد لو انت عندك جروب واحدة، لو انت عندك اكتر من جروب يبقى لكل جروباية ريبيتنج فريم. كده خلصنا بإذن الله الشابتر، وبإذن الله قريبا نلتقي في كورس بروجكت من الـ A to Z، وهناخد ازاي نربط فيه التقارير بيرفورمنس. استودعكم الله تضييع وضيعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في محبة الله، أخوكم أحمد طرطور، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.